ماشي حدوتة طويلة جدا بقى لها معانا حوالي 3 سنين أو 3 سنين ونص كفكرة عامة. الفكرة ببساطة إن إحنا كنا يعني أنا وأصدقائي كمانشي إحنا اللي مؤسسين وإحنا نفس الضفة يعني تقريبا. الفكرة كانت لنا من أول ما دخلنا الكلية، كان بالصدفة جدا دخلنا اللجنة الثقافية لجامعة عين شمس، كنا بنقعد مع شباب بيقروا، شباب كانوا شعراء ومثقفين وكده، فعجبنا الجو جدا. كانوا بيدونا سجست مثلا لكتب ان احنا نقراها، لقينا في القراءه ذات نفسها كانت متعه احنا ما كناش عارفينها. حتى كنت دايما كنت اقول لاحمد زميلي الدرس اللي كان قرايه في المنهج بتاعنا ما كناش بنقراه لانه مش بيجي في الامتحان، قلنا طب ما نجرب، يعني كانت فكره اكثر من اي حاجه ثانيه. فقلنا طب ما نجرب نخلي الناس تقرا، طب نعمل ايه مثلا؟ فقلنا مثلا فكره طبعا ما كانش ليها اي معالم او اي حاجه، كانت بس حاجه كده يعني جت في دماغنا. فقلنا طب لو جبنا مكتبة حطيناها في الشارع، طب الناس هتقرا في الشارع ازاي؟ فما كانتش مظبوط. طب مثلا نجيب كتب ونسلفها الناس، برضه ما كانتش على ارض الواقع، كانت هتبقى صعبة. فواحدة واحدة اتطور في دماغنا مفهوم ان احنا نعمل بوك ستور كافيه، وجي طبعا مع الايام ومع الوقت ان احنا نأسس مكان مثلا يكون فيه مشروبات خفيفة والواحد يقرا، القراية تكون فور فري، والمتاح عندنا ان انت تقرا اكتر من كتاب براحتك، يعني انت المكتبات موجوده وانت تقرا ومشروبك فقط. من ناحيه المشروع يقدر يستمر، ومن ناحيه ان احنا وفرنا لك كتاب وان انت تبتدي تقرا فيه او حتى تجرب شعور القراءه ذات نفسه، ده بيبقى جميل وده مش موجود اصلا يعتبر في مصر انت جربت. فهي دي كانت الفكره ببساطه يعني من منبعها لغايه دلوقتي. الاسم اصلا جه في النهايه خالص، يعني الاسم ده كان مقترح من واحد زميلنا. احنا بعد ما فكرنا في البوك ستور كافيه بتاع كنا عايزين نسميه بوك ستور كافيه، ما جاش في دماغنا اسم معين للبوك ستور. بس جينا بقى ساعه التنفيذ الديزاينر حتى طلب مننا الاسم، احنا ما كانش في دماغنا اسم خالص. فواحد اقترح علينا اسم كابانشي، قلنا له يعني ايه كابانشي؟ قال لنا معناها الحمد او الشكر باليابانيه، فقلنا كابانشي كافيه والله اسم حلو، فاخترنا كابانشي بوك ستور كافيه. التحضيرات يعني من اول ما استحضرتنا الفكره، انا كنت بنزل شغل اصلا طول سنوات الدراسه، شغل عام طبعا يعني مطاعم بتاع كده عشان خاطر نقدر ان احنا نبدا المشروع لان هو هيبقى مكلف طبعا. خلال الفتره دي طبعا كنت انا مثلا شغال وبحوش، وحتى انا يعني استلفت فلوس من والدي واستلفنا فلوس كمان من بره، واحمد زميلي اخد قرض من الشغل ان هو اتخرج، خدها دايركت اتخرج واخد قرض من البنك بضمان المرتب وكده عشان خاطر نقدر نفتح كابانشي بوك ستور كافيه. الكلام ده حوالي تقريبا من 3 سنين ابتدينا ان احنا نحاول. التنفيذ بقى بدا حوالي من شهر 6 اللي فات، ابتدينا ننزل ندور على مكان تكون مساحته كويسه عشان خاطر اتساع البوك ستور والكافيه ذات نفسه والتشغيل وكده. عنا ندور لغايه ما لقينا المكان اللي هو مقر كابانشي بوك ستور الحالي. بس فتحنا، والافتتاح كان تقريبا كان في نص ساعه. كانت اكبر مشكله قبلنا ان الناس ما كانتش فاهمه الفكره،
كان من النادر جدا يعني، كان واحد من كل 50 تقريبا مش مبالغه كان اللي بيجي فاهم هو جاي يعمل ايه، او جاي هو فاهم المكان ده ايه جاي يعمل ايه. كان حتى كان استاذ مفيد كان بيجي لنا، كنت عارف انا استاذ مفيد، كان يجي الوحيد اللي كان بيجي بالليل ويقرا، حتى انا عرفته بالاسم، لا استاذ اسمه استاذ مفيد، حد من المفيد، كان الوحيد اللي تقريبا بيجي وعارف هو جاي ليه. غير كده كان اغلب الناس بتيجي تسال على شيش، احنا ما كناش متوقعين ان اعتماد الكافيه اصلا بيبقى على شيشه يعني، انا كنت متخيل ان الشيشه دي حاجه سايد في الكافيه بتزود ربح، او انما طلعت حاجه الاساسيه او الاعتماد الاساسي، فدي كانت بالنسبه لنا كارثه، بالنسبه لنا كانت صدمه، ان كان اغلب الناس اللي بيجي بيسال على شيشه دي كانت حاجه محبطه قبل اي شيء، ان هو انت البديل اللي انت وفرت له اللي هو الكتاب ما كانش بالنسبه له مجدي، او كان بالنسبه له فكره طفوليه، فكره عباسيه ايا كانت، فكان يجي يسال على شيشه، في شيشه طب ازاي؟ فطبعا كان في الاول التفاعل كان تقريبا 0%، وده ادى ان احنا كنا خلاص بنقفل المكان فعلا، كنا ابتدينا تصفيه، احنا كنا فعلا قفلنا المكان مده اسبوع، خلاص ابتدينا ان احنا نصفي في المكان وكده، لغاية ما حصل بوست بتاع أستاذ شنودة اللي أنا قابلته بمحض الصدفة وكان على السلم، جه وقعد معانا وكده وشاف المكان وصور المكان ونزل بوست على الفيسبوك، حصل معاه تفاعل، أنا ذات نفسي كنت شغال طبعا، فكل ده كان بمحض الصدفة، فمن ساعتها الموضوع فرق شوية، يعني الناس ابتدت، الناس اللي احنا المفروض بنترجتهم شافوا البوست وعجبتهم الفكرة، وفي ناس ابتدت فعلا تتفاعل مع المكان تعجبها الفكرة، وابتدت بقى تظهر مثلا كومنتس إيجابية وسبورت للناس، كل استمروا الفكرة جميلة بتاع، بس ده التغير اللي حصل. ان شاء الله يعني اللي في دماغنا الفتره اللي جايه عايزين ندخل اكتيفيتيز في المكان، وخصوصا مع افتتاح الدور اللي تحت ندخل اكتيفيتيز زي تعليم رسم، تعليم موسيقى، كوبريشن رومز، غرف اجتماعات للشباب اللي بتذاكر او اللي محتاج، ده نفسنا فيه جدا، وحاجه تكمل البوك ستور كافيه يعني، سواء تعليم الموسيقى او الرسم، الحاجات دي بتبقى بتدي روح حلوه ما تتعارضش مع فكره البوك ستور ذات نفسها. لا انا بالنسبه لي انا نفسي ابقى اكبر بوك ستور كافيه في مصر، او نفسي على الاقل ان الفكره تكون هي اللي دايما يعني. انا انبسطت لما حضرتك قلت لي ان في كافيه بيخدم طلبه هندسه وفي كافيه للبنات، المفهوم ذات نفسه اما اتغير او القاعده دي اما تتكسر، الكافيه الشيشه الكافيه دي في حد ذاتها مكسب، ومكسب لي انا بصوره شخصيه بعيدا عن البيزنس او المشروع ذات نفسه. انا كمان 5 سنين نفسي يبقى البوك ستور كافيه كفكره انتشرت على نطاق واسع يعني، انا ده نفسي فيه انا بصوره شخصيه، واتمنى ان كمان شيء ياخد وضعه ما بين البوك ستور كافيه في مصر يعني، كمان 5 سنين بقى مصر كلها بوك ستور كافيه.